ان شاء الله هنبدا اول محاضره يعني في ماده الميجرمنت. انا دكتور محمد صلاح مبارك، يعني ان شاء الله هديكم الجزء الاونلاين، ودكتور محمد رياض ان شاء الله هيبقى معاكم في المحاضرات اللي هي يوم الخميس ان شاء الله. تمام. يعني ان شاء الله في الجزء الاونلاين هنتكلم على الميجرمنت سيستم عموما، الاكيورسيز بتاعته، وهنتكلم على بعض الاكزامبلز السيركتس اللي بنستخدمها في الميجرمنت سيستمز. فكجنرال انترودكشن لاي ميجرمنت سيستم، احنا عندنا فيزيكال كوانتيتي عايز اقيسها، تمام؟ فاول ستيج عندي في القياس ان انا عندي حاجه اسمها سنسور. السنسور ده وظيفته يحول الفيزيكال كوانتيتي اللي انا عايز اقيسها لفورم تانية اقدر اتعامل معاها. يعني التمبرتشر مثلا ممكن احولها لفولتج، يعني يبقى عندي سنسور يعني يطلع فولتج بروبورشنال للتمبرتشر، بحيث الفولتج ده ممكن احوله لديجيتال بعد كده اسجله اطلعه على الديسبلاي اليوزر يقدر يشوفه. او يعني فوظيفه السنسور يعني انه يحول الفيزيكال كوانتيتي لحاجه تانية اقدر اتعامل معاها بطريقه اسهل. الخطوه الثانيه في الميجرمنت سيستم ان انا بعمل حاجه اسمها سيجنال كونديشننج. سيجنال كونديشننج ده عباره عن ان انا اشيل مثلا من السيجنال، يعني ممكن احولها لديجيتال زي ما قلنا، ممكن اشيل منها اي نويز، ممكن اعمل عليها بعض انواع البروسيسنج بحيث احسن الاكيورسي بتاع الميجرمنت بتاعتي. اخر حاجه ان انا بطلع الايه الاوتبوت ده في اوتبوت ستيج، ممكن تبقى ديسبلاي اليوزر يقدر يشوفها، او ممكن يبقى مثلا في صوره ديجيتال تتسجل مثلا في ستورج، او يعني اي نوع من انواع الاوتبوت اللي انا عايزه. كاكزامبل على الكلام ده، لو احنا خدنا الثرمومتر مثلا القديم، حتى اللي هو الترمومتر القديم اللي هو بيقيس الحراره، كان زمان بنستخدم الايه الزئبق في الترمومتر ده. فاللي بيحصل ان احنا بنحط الترمومتر في حته مثلا سخنه شويه، فبيحصل اللي يحصل ايه للزئبق اللي جواه بيتمدد. فانا حولت التمبرشر دلوقتي لتغير في حجم الزئبق اللي جوه الترمومتر، فالزئبق ده بيتمدد فبيطلع في انبوبه كده، فبقدر ايه اشوف على حسب هو طلع قد ايه اقدر ايه اقيس درجه الحراره، او يعني على حسب الطول ده اقدر اريليت الطول ده او مقدار التمدد في الايه في الزئبق اللي عندي جوه الترمومتر الايه اقدر اريليت لدرجه الحراره. فالسنسور في الحاله دي هو الجزء المسؤول انه ينقل الحراره للزئبق ويطلع، يبقى حول لي درجه الحراره لتغير في ايه في الفوليوم بتاع الايه الميركوري اللي هو جوه الترمومتر. تمام. السيجنال كونديشننج مثلا كاكزامبل، لو هناخد اكزامبل على مثلا ميزان، ميزان الديجيتال، في طبعا الميزان العادي اللي بقاله كفتين، بس في ميزان ديجيتال بقاله كفه واحده، بنحط عليه ويت معين، فبيحول الويت ده مثلا في بعضهم بيعتمد على ريزيستنت تشينج، بيحط يعني ريزيستور بتتغير على حسب الايه البريشر اللي ايه الابلايد عليها. فانا عايز اقيس طبعا الويت، فانا عايز اقيس الاول الريزيستنس تشينج وبعد كده احوله لتغير في، يعني اقدر ريليت التغير في الريزيستنس للتغير في الويت. فبعمل شويه بروسيسنج زي مثلا ممكن امبليفاي اسنس طبعا الريزيستنس تشينج، وبعد كده ايه امبليفاي لان عاده التشينجز دي بتبقى صغيره، او حتى لو عندنا مثلا ترمومتر ديجيتال ممكن يحول لي زي ما اتفقنا التمبرتشر للفولتج تشينج، والفولتج تشينج ده ممكن احتاج اكبره، ممكن احتاج اشيل منه النويز لو في نويز موجوده، او اي انوانتد سيجنال موجوده. يعني فور اكزامبل لو خدنا مثال الميزان ده الديجيتال، احيانا الميزان ده مع التايم نتيجه انا كل شويه بقيس عليه وبشيل بحط عليه ويت وبشيل، فالبروبرتيز بتاع الماتيريالز اللي جواه بتتغير مع التايم. فالزيرو يعني حتى الزيرو في حاله ان انا مش حاطط عليه اي ويت، ممكن الاقي الفاليو بتاع الريزيستنس اللي جواه دي بتتغير اوفر تايم نتيجه الايه الاستعمال المتكرر للميزان ده. يعني ففي الحاله دي ممكن اكاليبريت الميزان، يعني في حاجات الديجيتال الجديده هتلاقوا الميزان بيكاليبريت نفسه اول ما بيبدا، انت بتدوس عليه مره تاكد ان هو يستارت وبسيبه فاضي معلوش اي ويت، فهو بيقيس الريزيستنس في الاول وبيفترض ان خلاص حتى لو حصل فيها تغير هو بيفترض ان ده مفيش ويت في الحاله دي، فبيبقى بيدسبلاي رقم زيرو حتى لو الريزيستنس دي مش هو اللي متعود عليها او اتغيرت مع التايم. يعني لو الريزيستنس اللي جواه دي 1 كيلو اوم مثلا اول
ما اشتريته، بعد فترة بقت 1.1 كيلو اوم. هو هيجي في الاول هيقيس الريزيستنس، هيلاقيها اتغيرت، هيفترض ان ده الزيرو بتاعه، خلاص دي الريفرنس بوينت بتاعه. فده اللي بنسميه كاليبريشن، اللي هي التغيرات في الاوتبوت مع تايم مثلا، او مع يعني نتيجه اي كونديشن تاني، ممكن مع درجه الحراره حتى، يعني ممكن حتى الميزان ده في درجه الحراره، يعني لو الجو سخن او جو ساقع ممكن تلاقي الاوتبوت بتاعه عمال يتغير. فهو في الاول بيكالبريت نفسه على الزيرو ده، انه بيفترض ان الريزيستنس اللي هو قايسها دلوقتي هي الزيرو. بعد كده لما تحط عليه ويت هو بقى بيقيس فاليو تانية للريزيستنس ويطرحهم من بعض، يعمل عليهم شويه بروسيسنج، وبعد كده يطلعهم لك في الاوتبوت، يقدر يقول لك الاوتبوت ده شكله عامل ايه. طيب مهم جدا في اي measurement system ان انا اعرف ايه الاكيورسي بتاعتي في measurement system. مفيش measurement system مفهوش errors، مفهوش uncertainty في measurement value، يعني مش بيطلع لك عمر ما في اي يعني system هيطلع لك ال measured value very high accuracy. ليه accuracy؟ مهما كانت ال accuracy بتاعته حتى لو هي عالية، بس في الاخر في finite errors. ايه ال errors دي؟ بتيجي منين؟ دي من كذا حته. في بعض الايرورز بتبقى راندوم ايرورز، دي من جهاز لجهاز هتلاقي الاوتبوت بتاع جهاز لجهاز مختلف. يعني لو في حاله الترمومتر مثلا البروبرتيز بتاع الزئبق اللي جوه الترمومتر ده، او حتى رفع الانبوبه، يعني احنا عارفين انه مثلا ان الزئبق ده نفسه بيتمدد، فمثلا هيتمدد، انا عارف ان مثلا الفوليوم بتاعه هيزيد كذا في المية، وحاطط فوليوم معين، الفوليوم ده اصلا في ايرورز، يعني هتلاقيه مختلف من، يعني مهما كان عمر ما هتلاقي اتنين يعني ترمومترز ليهم نفس الفوليوم بتاع الميركوري هنا وهنا. رفع الانبوبة او حجم الانبوبة اللي بتمدد فيها برضو هتلاقي فيها فروقات بسيطة، فبتعمل ايرورز صح. فالسنسور ده اللي بيحول لك التمبرتشر لفوليوم او تمبرتشر لفولتج، او بعد كده زي ما قلنا بنعمل عليها شويه كونديشننج زي مثلا امبليفيكيشن او حاجات زي كده. الكلام ده عمر ما في تو ديفايسز هيبقوا شبه بعض. هنتكلم شويه على سام تكنيكس ان انا اقدر احسن الايه الاكيورسي دي من يعني ما بين الاجهزه وبعضها. بس في راندوم ايرورز، يعني في راندوم ايرورز دي ما تقدرش تتحكم فيها. يعني انت بتحط امبليفاير مثلا في جهاز، وعملت نفس الامبليفاير في جهاز تاني، عمر ما بتصنع تو امبليفايرز ليهم نفس الجين، بيبقى فيهم ميس ماتش بسيط. زي ما اتفقنا لو في ترمومتر حتى بتصنعه هنا بشكل معين، عايز تحط نفس الفوليوم هنا وهنا، لا بيبقى فيه شويه اختلافات، ودي راندوم نتيجه الاكيورسي بتاع الايه المانيفاكتشرنج بتاع الايه تو ديفايسز. في بعض الايرورز سيستماتيك، زي مثلا ما اتكلمنا في موضوع الميزان، الميزان ده ساعات بيحصل له ديفيجن مع التايم، يعني هو نفسه في اوفست كده، سيستماتيك اوفست، يعني الزيرو بتاعه مش زيرو، يعني لان مثلا هو لو حاطط ريزيستنس جواه والريزيستنس دي بتتغير مع البريشر اللي عليه، الريزيستنس نفسها وما فيش اي بريشر عليه، الفاليو بتاع الريزيستنس دي ممكن تكون مختلفه من واحد للتاني. فنعمل ايه؟ في بعض الحاجات بنقدر نكوركتت، لو هي سيستماتيك، لو هي فيكسد ايرور بنقدر نصلحه. بس طبعا يعني الكلام ده ممكن نصلحه عند 1 بوينت صح، مش هقدر اصلحه عند كل الديفرنت ويتس، لان برضو لما احط عليه ويت مثلا الاوتبوت بتاعه مش هيطلع شبه ميزان تاني حاطط عليه نفس الويت، حتى لو انا مصنع تو يعني ديفايسز دول بحيث يطلعوا شبه بعض، عمرهم ما هيطلعوا شبه بعض. بس انا ممكن اكاليبريت عند 1 بوينت اونلي، اللي هي الزيرو مثلا، والزيرو لود خالص ما فيش لود، فاقدر اكاليبريت الديفايس ده بحيث يديني هنا صفر وهنا صفر، فالاثنين هيدوني صفر في ايه، في حاله ان انا مش حاطط عليهم اي لود. بس لما ابتدي احط لود هنا ولود هنا، او احط بريشر هنا وبريشر هنا، ممكن الاوتبوت يختلف، ودي في الحاله دي ما اقدرش اعمل حاجه، لان الايرورز دي زي ما اتفقنا راندوم نتيجه الاختلافات البسيطه اللي ما بين التو ديفايسز دول، والاختلاف والايرورز دي ممكن تكون نون لينير، فما اقدرش اصلحها ب 1 بوينت كاليبريشن. يعني ال 1 بوينت كاليبريشن ممكن يشيل السيستماتيك اوفست في بعض الاحيان عند الزيرو مثلا زي ما اتفقنا، بس مش شرط يشيل الراندوم ايرورز طبعا اكروس الايه الهول رينج اوف الايه الميجرمنت يعني. تمام. في ايرورز تانية بتحصل نتيجه النويز، اي ديفايس، يعني لو حولت الويت ده للريزيستنس وبعدين الريزيستنس دي عملت لها ميجرمنت ان انا مشيت فيها كارنت وقست الفولتج عليها او باي شكل اخر، انا عارف ان اي الكتريكال سيستم بيبقى فيه نويز، النويز دي ما اقدرش يعني اعمل فيها حاجه، موجوده يعني موجوده، بس ممكن اعمل بعض التكنيكس ان انا احاول اتغلب عليها. النويز عاده بتبقى راندوم، شويه مثلا عاليه وشويه واطيه، يعني انا بقيس فولتج معين مثلا هلاقيه ان هو مش ثابت مع التايم، حتى لو انا يعني لو بقيس فولتج بتاع بطاريه او فولتج بتاع ريزيست على ريزيستور مثلا بمشي فيها كارنت معين وبقيس الفولتج اكروس ات، هلاقي الفولتج عمال يتغير تغيرات بسيطه مع التايم.
طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ لو انا جيت عند لحظه معينه بقيس الفاليو بتاع الفولتج ممكن يطلع عالي شويه او واطي شويه. الحل ان انا ممكن اقيس يعني الفاليو اللي انا عايز اقيسها دي كذا مره وافريج الايه القياسه بتاعتي. فلما اقيسها كتير شويه من القياسات بتوعي هيطلعوا مثلا اقل من الافريج فاليو وشويه يطلعوا اعلى من الافريج فاليو. نتيجه النويز دي راندوم، شويه بتبقى عاليه وشويه بتبقى واطيه. لما تيجي تافريج الكلام ده، لو خدت 10 قياسات او 20 قياس او 30 قياس وبتعمل افريجنج للكلام ده، تقدر تافريج النويز بحيث الايفكت بتاع النويز يقل جامد، بحيث تعرف توصل فعلا للافريج فاليو. طبعا ده على حساب الميجرمنت ايه تايم، يعني دي اكيورسي فيرسس تايم. وحتى في الايكويبمنت اللي بتقيس باورز مثلا، بتقيس سبيكترمز يعني موجوده في يعني ايكويبمنتس غاليه جدا، بتقيس مثلا جين بتاع امبليفايرز، سبيكترم بتاع امبليفايرز، سبيكترم بتاع ترانسيفر سيستم مثلا، يعني ترانسميتر وريسيفر سيستم. بتعمل الموضوع ده، فيها الاوبشن ان انت تاخد القياسات كذا مره وتعمل افريجنج بحيث توصل لريدنج تبقى سموز على الشاشه اللي انت شايفها. بنعرف حاجه اللي هي الانسرتينتي في اي ميجرمنت، اللي هي بتساوي الريدنج اللي طالعه لي من الميجرمنت ديفايس ناقص ترو فاليو بتاع الميجرمنت على ترو فاليو. طبيعي في يعني ده يعتبر الايرور مثلا كبرسنتج، لو ضربناها طبعا في 100 فهتطلع لك كبرسنتج. الطبيعي في اي ايرورز اللي بتقابلنا في الميجرمنت سيستمز عاده بتاخد النورمال ديستريبيوشن او شكل اللي هو اللي بسميه جاوسيان ديستريبيوشن اللي خدناه في الايه في البروبابيليتي. في معظم الحاجات اللي بتقابلنا في السيركتس، زي مثلا الجين بتاع اي امبليفاير، لما بصنع امبليفايرز كتيره جدا في ليهم نفس الجين فما بيطلعش ليهم نفس الجين، بياخدوا شكل الايه جاوسيان ديستريبيوشن. الجين بتاعهم طبعا معظمهم بيطلع لهم يعني الجين بتاعهم بيطلع الافريج جين او اراوند الافريج جين، بس في امبليفايرز بتاخد ايه الجين بتاعها بيبقى ايه اقل شويه او اعلى شويه من الافريج جين، وشكل الديستريبيوشن بتاعهم بيبقى واخد الايه الجاوسيان كيرف. عادة بنعرف الايرورز يعني ان هي بتساوي مثلا، احنا عارفين جاوسيان كيرف بيبقى ليه مين اللي هي المين فاليو بتاعته، بيبقى ليه سيجما اللي هي قد ايه فاريشن من المين فاليو يعني الاوتبوت بتاعي ده او الجيم بتاع الامبليفاير او الايرور بتاعي في الحاله دي اللي واخد شكل الديستريبيوشن ده بيتغير، يعني قد ايه البروبابيليتي ان هو يتغير السيجما دي اللي هي الاكسبكتد فاليو بتاع الايه احنا عارفين اللي هي اكس ماينس الايه الافريج فاليو وكل الايه تربيع. لو بصينا في البروبابيليتي ثيري برضو، الحاجات اللي عارفينها في البروبابيليتي ثيري ان في الجاوسيان ديستريبيوشن لو انا بتكلم على الرينج من ماينس 2 سيجما لبلس 2 سيجما، 95 تقريبا في المية من الايرورز بتاعتي طالما هي بتتغير، يعني الايرور بتاعي هياخد اي فاليو في الرينج ده، بس 95% احتمال 95% من الايرور بتاعي يكون واقع ما بين الماينس 2 سيجما لايه بلس 2 سيجما. فممكن اخد ان معظم الايرورز بتاعتي هتبقى واقعه في الرينج ده، يبقى الاكيرسي بتاعتي تقريبا بلس ماينس 2 سيجما ب 95% confidence level. يعني معناها ان انا 95% فعلا لو قست الايرورز في الميجرمنت سيستم بتاعتي بشكل ما قدرت اقيسه accurately، 95% من الايرورز بتاعتي هتقع ما بين ماينس 2 سيجما ل بلس 2 سيجما. لو خدت من ماينس 3 سيجما ل بلس 3 سيجما هلاقي تقريبا 99% point something يعني بتقع في الايه في رينج من ماينس 3 سيجما لبلس من ماينس 3 سيجما لبلس 3 سيجما. في بعض الناس بتعرف طبعا الايه الرينج خلاص معظم الرينج اللي انا مهتم فيه بي ما بين ماينس 2 سيجما لبلس 2 سيجما، او يعني لايس سوبر اكيوريت من ماينس 3 سيجما لبلس 3 سيجما ده هيغطي لك معظم طبعا الايه يعني معظم الكيرف هنا 99% من المرات هتبقى انت في الايه في الحته من بين ماينس 3 سيجما لبلس 3 سيجما. طب احنا بنكتب عاده طبعا لو انا يعني اي ميجرمنت ديفايس طبعا هيقول لك ان انا عندي لو بتقيس فولتج مثلا معين الاكيورسي بتاعتي مثلا 0.1 فولت بلس ماينس 0.1 فولت او اي طبعا اكيورسي، فساعتها انا هقول ان انا لو بقيس فولتج معين طلع لي ريدنج مثلا حوالين ال 1 فولت بلس ماينس 0.1، فاقدر اعرف الانسرتينتي اللي هي دلتا في على في نوت. طبعا اللي بقيسه فعليا هو في مش في نوت يعني، ف يعني مش بسهوله جدا اقدر اجيب الانسرتينتي دي من يعني من القياس بتاعي لان انا مش عارف في نوت بكام بالظبط، بس يعني ايه اسيومنج ان انا هعرف في نوت دي بشكل ما
فاقدر احسب الايه الانسرتينتي. طيب ساعات بيبقى عندي الاوتبوت يعني ما بقدرش اقيسه، يعني انا ممكن اقيس الفولتج على طول ماشي، فانا عندي مثلا افوميتر بقدر اقيس بيه الفولتج، بس في حاجات ما بقدرش اقيسها دايركتلي زي ايه مثلا؟ زي الاريا. يعني انا لو عندي اريا في اوضه عايز اقيس الاريا بتاعتها، هقيسها ازاي؟ هقيس الطول بتاعها واقيس العرض بتاعها. طبعا الطول بتاعها ده وانا بقيسه في ايرور معين، لان انا عندي اللي انا بقيس بيه ده طبعا في سيرتن اكيورسي ليه، وانا القياسات بتاعتي انا نفسي كهيومن هيبقى فيها سيرتن اكيورسي، مش كده؟ بلس ماينس ممكن نص سنتيمتر او بلس ماينس 1 سنتيمتر في الطول، وفي العرض نفس الكلام، انا عندي اكيورسي معين وبضرب الطول في العرض. طب انا عارف الاكيورسي في الايه، في اللينث ميجرمنت مثلا، ممكن احسبها على حسب كذا حاجه انا كهيومن، مثلا الايرور اللي انا بقدر اجيبه او الاكيورسي اللي انا بقدر اجيبها في وجود الايه الميجرمنت ديفايس اللي عندي، لو انا بقيسها مثلا ايه يعني عندي حاجه بقيس بيها، الحاجه اللي انا بقيس بيها دي بيبقى ليها اكيرسي معينه، صح؟ فطول انا هقيسه باكيرسي معينه والعرض هقيسه باكيرسي معينه واضربهم في بعض. طب ايه الاكيرسي بتاع الاريا بقى؟ لو انا عارف الاكيرسي بتاع الطول والاكيرسي بتاع العرض، ايه الاكيرسي بتاع الاريا؟ فتعالوا نشوف هنحسب الكلام ده ازاي. تعالوا الاول ناخد اكزامبل هيوضح لنا الحكايه دي. تعال نتخيل ان انا عندي النورمال هارت ريت في الرينج الطبيعي في الناس من حوالي 60 بيت بير مينت لحوالي 100 بيت بير مينت. طيب ده الرينج الطبيعي، طبعا في الاطفال الصغيرين شويه بيبقى الرينج اعلى شويه، في حد ممكن يكون مريض في الرينج مثلا، او حد بيكون بيعمل مجهود في الرينج بيعلى، بس خلينا نتكلم ده الرينج الايه الطبيعي. فانا لو جيت وقفت اي شخص راندملي كده وقست له الهارت ريت هيطلع ما بين 60 و100، ده متوقع صح؟ ممكن يطلع 60 70 80 90 100. طب لو عملت تجربه ثانيه وقفت 1000 شخص راندوملي وقست لهم الهارت ريت، يعني قست لهم الهارت ريت بتاعهم، السمشن بتاع الهارت ريتس بتاعهم انا متوقع يبقى من كام لكام؟ يبقى انا كل واحد الهارت ريت بتاعه من 60 ل 100. انا وقفت 1000 واحد دلوقتي وقست لهم هارت ريت بتاعهم، فهل مجموع الهارت ريتس بتاعتهم اللي هم 1000 شخص هيبقى ما بين 60 مضروبه في 1000، لان طبعا يعني كل واحد من 60 ل 100، فهل ال 1000 واحد دول مجموع الهارت ريتس بتاعهم هيبقى من 60000 لغايه 100000؟ هل ده فعلا ممكن يحصل؟ لا، الحقيقه ان ده مش مظبوط. طب ليه مش مظبوط؟ تعالوا ناخد الكلام ده نفكر فيه بطريقه تانية. انا لو قلت لك انا هاخد يعني الافريج هارت ريت بتاع، لو خدت عينه كبيره جدا من الناس وجمعت الهارت ريتس بتاعتهم وقسمتهم على عددهم، الطبيعي جدا ان ده هو الديفينيشن بتاع الافريج هارت ريت، اللي هو المفروض هيطلع حاجه ما بين ايه في النص، ما بين 60 ل 100، من 60 ل 100 اللي هتطلع 80 تقريبا ايه بيتس بير مينت. فانا لو خدت سامبل كتير كبير جدا جدا من الناس وقست لهم الهارت ريت، الطبيعي ان انا وقسمته على عددهم، الطبيعي ان انا متوقع الرقم اللي هيطلع لي حوالين ال 80، يعني ممكن يطلع مثلا من 75 ل 85 تقريبا، صح؟ يبقى لان انا باخد الافريج بتاعهم، فالافريج بتاعهم هيبقى حوالين 80، صح صح كده؟ ولو جيت ضربت الافريج ده في عددهم تاني هيطلع ان الـ يعني الافريج هارت ريت هو عباره عن مجموع الهارت ريتس بتاعتهم على 1000، لو انا خدت 1000 واحد، فالكلام ده انا متوقع انه يطلع حوالين 80، ممكن من 75 ل 85، فمجموع الهارت ريتس بتاعتهم هتطلع من 75000 ل 85000. ايه تفسير الكلام ده؟ ليه ما طلعش من 60000 ل 100000؟ تفسير الكلام ده ببساطه ان انا لو حتى لو فعلا الشخص الواحد الهارت ريت بتاعه بين 60 و100، فانا لو وقفت شخص واحد بس الهارت ريت بتاعه انا ممكن اصدق انه هيطلع اي اني يعني اني نمبر بين 60 اند 100، بس لما اوقف 1000 شخص عشان مجموع الهارت ريتس بتاعهم يطلع 60000، معناهم ان ال 1000 شخص اللي انا وقفتهم كل واحد فيهم الهارت بيت بتاعه 60. هل ده ممكن يحصل؟ ده بروبابيلتي ضعيفه جدا انه يحصل. طبيعي جدا ان هقيس هارت ريت بتاع اول شخص هيطلع مثلا 60، بتاع ثاني شخص هيطلع 70، بتاع ثالث شخص هيطلع 80، بتاع رابع شخص هيطلع 90، بتاع خامس شخص هيطلع 100، فهيطلعوا مختلفين عن بعض، شويه فوق الافريج فوق ال 80 وشويه تحت ال 80، فلما اجمعهم على بعض ده طبيعي، يعني صعب جدا تصدق ان هيجي 1000 واحد الهارت ريتس بتاعهم 60، لان احتمال ان الواحد الهارت ريت بتاعه 60 ده بيبقى ايه احتمال قليل، بناخد جاوستيان كيرف، فالناس اللي الهارت ريت بتاعهم قليل قوي او عالي قوي دول نسبه قليله جدا من الناس، فالطبيعي جدا ان معظم الناس في النص، وفي ناس اعلى شويه من الافريج وفي ناس اقل شويه من الافريج، فلما بجمع عدد كبير جدا من الناس الطبيعي جدا المجموع ده
بيبقى حوالين الافريج فاليو تايمز طبعا عدد اللي انت جمعته. فالاكيوريسي بتاع المجموع اعلى بكتير من الاكيوريسي بتاع الشخص الواحد. يعني الشخص الواحد الرينج بتاع الفاريشن فيه من 60 ل 100، صح؟ انما المجموع الافريج بتاع مثلا 1000 شخص انا متوقع ان يبقى ايه تايتر شويه، يعني الايه الاكيورسي بتاعته اعلى شويه. تمام. هناخد امثله طبعا، يعني الكلام ده جنرال ككونسبت ليه ده بيحصل، بس طبعا الكلام ده ممكن ايه نتكلم فيه بالمعادلات زي ما خدتوه في الترم الاولاني في الايه في الجزء بتاع البروبابيليتي ثيوري. تعال نبص على السبيشال كيس لما يكون عندي يعني كوانتيتي عبارة عن مجموعة تو كوانتيتيز يعني. تمام. فأنا هميجر مثلا x1 وبعدين هميجر x2 وهستنتج منهم r. دي ال r دي function في ايه؟ في two variables that I can measure. تمام. فلما يجي نبص لو x1 دي زي ما اتفقنا فيها error فهي عبارة عن random variable ليه طبعا average معين وليه sigma معينة أو error معين، ونفس الحكاية بالنسبة ل x2. فانا بقدر اقول طبعا من probability theory احنا عارفين ان انا لو عندي random variable عبارة عن مجموعة random variables يبقى السيجما بتاع ال r دي square هتساوي سيجما بتاع ال x واحد square plus سيجما بتاعت ال x2 square، او ممكن اقول ان السيجما بتاعت ال r دي عبارة عن ال square root بتاع سيجما x1 plus سيجما x2، او ان delta r ال error اللي هو في ال r هو عبارة عن ال square root بتاع delta x1 تربيع بلس دلتا اكس 2 تربيع. طب لو اكس 1 واكس 2 هما يعني ليهم نفس الافريج ونفس الاكيورسي، في الحاله دي الافريج بتاع الار هو عباره عن توايس الافريج بتاع الايه بتاع الاكس. تمام. ده برضو عارفين من البروبابيلتي ثيوري ان الافريج بتاع الار هو عباره عن الافريج بتاع اكس 1 زي الافريج بتاع الاكس 2. لو دول نفس الافريج فيبقى الافريج بتاع الار هو توايس الافريج بتاع الاكس، والايرور في الار هو عباره عن الجذر التربيعي لايه دلتا اكس 1 تربيع زائد دلتا اكس 2 تربيع. لو الدلتا دي زي الدلتا دي الايرور ده زي الايرور ده فالكلام ده هيطلع جذر 2 دلتا اكس 1. فلما تيجي تجيب الدلتا ار على الافريج فاليو بتاعه الار هو هيطلع دلتا اكس على الافريج فاليو بتاع الاكس بس مقسوم على جذر 2، لان لما تقسم التو كوانتيتيز دول على بعض هيطلع لك طبعا جذر 2 دي يعني مع الاثنين في المقام فهيطلع لك جذر 2 في المقام. ده معناه ايه ببساطه؟ ان الايرور او البرسنتج ايرور في الـ في الار الكوانتيتي الجديده دي اللي عباره عن مجموعه تو كوانتيتيز اقل كبرسنتج من الايرور في الاكس. وده احنا فهمناه يعني لما خدنا مثال ال 1001 اللي جمعنا الهارت ريت بتاعتهم بقى الافريج فاليو كبرسنتج يعني فاريشن في الهارت ريت بالكومباين ده اقل، وهكذا. يعني احنا هنا خدنا مثال لتو فاريبلز، لو خدت مثال بقى ال 10 فاريبلز هتلاقي الكلام ده اقل بالايه بالسكوير روت بتاع الايه بتاع ال 10 وهكذا. فبيقل البرسنتج ايرور بيقل طول ما احنا بنجمع فاريبلز على بعض، وده طبيعي زي ما اتفقنا لان فاريبل اكس ده صحيح راندوم وفاريبل مثلا x1 واكس2 الاثنين راندوم، بس ممكن واحد يطلع فيهم عالي وواحد يطلع فيهم واطي. فالافريج بتاعهم لما تجمعهم على بعض ان جنرال الار كوانتيتي الجديده دي هتقرب من الافريج بتاعها اكتر والايرور فيها يبقى اقل. لو عندنا جنرال فانكشن في x1 واكس2 في الحاله دي نتعامل معاها ازاي؟ لو انا مش يعني هنا ده لينير سم فالدنيا سهله شويه. طب لو ما عنديش لينير سم ايه يعني ازاي اقدر احسب الايرور في الفانكشن اسمها ار جيفن ان عندي الاكس دي 1 ليها افريج معين وايرور معين واكس 2 نفس الكلام. طيب انا هنا ممكن هفترض ان الاكس طبعا عباره عن افريج فاليو معينه ميو اكس 1 زائد دلتا اكس 1 ونفس الكلام في اكس 2 ميو اكس 2 بلس دلتا اكس 2. طبعا لو دلتا اكس 1 ودلتا اكس 2 دول صغيرين انف فهقدر اكتب الار باستخدام تيلور سيريس، هي عباره عن الفانكشن عند الافريج فاليوز اللي هي ميو اكس 1 وميو اكس 2 زائد تفاضل الفانكشن دي بالنسبه لاكس 1 في دلتا اكس 1 زائد تفاضل الفانكشن دي بالنسبه لدلتا اكس 2 في دلتا اكس 2. طبعا تيلور سيريس ميزتها انها بتحول لي لو الفانكشن دي نون لينير بتحولها للينير، يعني هي دلوقتي بقى فيكسد فاليو، الفاليو الاولانيه دي فيكسد لان دي الافريج بتاع اكس 1 والافريج بتاع اكس 2 دي فاليوز فيكسد زائد تو كومبوننتس هي اللي عباره عن الايه الايرور كومبوننت. فحولت لي الفانكشن دي ممكن تكون نون لينير في اكس 1 واكس 2 للينير فانكشن في دلتا اكس 1 ودلتا اكس 2، فبالتالي اقدر احسب الايرور بسهوله لان لو دلتا اكس 1 ودلتا اكس 2 دول
راندوم فاريبلز عارف الافريج بتاعهم. طبعا الايرور، الافريج ايرور المفروض يكون حوالين الزيرو، يعني ممكن يكون بلس مثلا 10 ماينس 10، فهو حوالين الزيرو لو هو جاوسيان طبعا ديستريبيوشن. طبعا فبفترض الايرور نفسه مثلا بلس ماينس ايه 10 بلس ماينس 5% على حسب، فالافريج بتاعه بيبقى زيرو. ونفس الكلام بالنسبه لدلتا اكس 2. في الحاله دي اقدر احسب دلتا ار، هي عباره عن الجذر التربيعي لي طبعا الايه الترم ده كله سكوير بلس الترم ده كله سكوير، تمام. فانا حاولت استخدمت هنا تيلور سيريس عشان احول الار دي الفانكشن اللي هي ممكن تكون نون لينير فانكشن ل لينير فانكشن في الايه في الدلتا اكس 1 والدلتا اكس 2. طب ناخد مثال عشان نوضح الكلام اللي خدناه في السلايد اللي فاتت. لو عندي فولتج سورس وعايز احسب الباور يعني ديليفرد بالايه بالفولتج سورس ده، لو الفاليو بتاع الفولتج سورس 100 فولت والاكيرسي بتاعته في الميجرمنت دي في وانا بقيس الفولتج سورس يعني الاكيرسي بتاعتها 5%، فيعني عندي ايرور ممكن يكون بلس ماينس 5 فولت. ولو الكرنت قيسته طلع مثلا 10 امبير بلس ماينس 1 امبير، يعني انا متاكد من الكرنت بالايرور دي يعني الاكيرسي بتاعته 10%. فازاي اقدر احسب الباور والاكيرسي في الباور؟ طيب الباور هحسبها الافريج باور طبعا، لو انا يعني الافريج فاليو بتاع الفولتج انا بقيسه 100 فولت والكرنت ب 10 امبير، فالافريج باور المفروض تطلع 100 في 10 اللي هي باي 1000 وات. طب الايرور في الميجرمنت دي بكام؟ في الباور ميجرمنت دي بكام؟ طيب دي طبعا الباور بيساوي في الاي. فازاي اقدر احسب الدلتا في الباور او الايرور في الباور جيفن ان انا عارف الدلتا في بكام والدلتا اي بكام؟ فهنستخدم الايكويشن اللي وصلنا لها ان انا بقول الدلتا باور هتساوي السكوير روت بتاع الايه يعني التفاضل بتاع الباور بالنسبه للفولتج في دلتا في تربيع زي التفاضل بتاع الباور بالنسبه للكرنت في الدلتا اي تربيع. طبعا لما تفاضل الايه الباور بالنسبه للفولتج هيطلع لك طبعا لما تفاضل بي بالنسبه للفي هيطلع لك ده طبعا ايه بيترم ده بواحد وهيبقى لك الاي، فالاي هتضرب في دلتا في تربيع، ولما تفاضل الباور بالنسبه للاي هيطلع لك ايه في هيتضرب في دلتا اي كل تربيع. لما تعوض هيطلع لك الكلام ده ايه طبعا دلتا في ب5 والكرنت ب10 هيطلع لك الترم ده ب50 والدلتا اي ب10 والفي عندي دلتا اي انا اسف بواحد والفي ب100، واحد ب100 هيطلع لك الترم ده ايه 100 تربيع. لما تجيب دلتا باور هيطلع الكلام ده 111.8 دي الاكيورسي في الباور، تمام. فمعناه ان الاكيورسي في الباور لما تجيبها كبرسنتج هتطلع بلس ماينس 11%، تمام. ده طبعا اقل من انت يعني ده لما تشوف الاكستريم فاليوز بتاعت الباور اقل من انت تاخد الفي ماكسيمم. طبعا في ماكسيمم بايه ب 105، لو ضربتها في 11 امبير اللي هي الاي ماكسيمم هيطلع لك فاليو اعلى من الفاليو اللي هي الايه ال 1000 زائد ال 111. ليه الكلام ده؟ لان زي ما قلنا it's highly unlikely ان يحصل ان الفولتج يبقى 105 والكرنت في نفس الوقت عالي، يعني تو كوانتيتيز دول منهم راندوم انهم يحصلوا الاثنين في الاكستريم كيس مع بعض، ده اكستريملي unlikely سيناريو. اللي بيحصل ان ممكن الفولتج عالي شويه والكرنت اقل شويه او العكس، فا on average الباور الايرور في الباور بيبقى مش هو ان انا اجيب الماكسيمم ايرور في الفولتج واضربه في الماكسيمم يعني الماكسيمم فولتج عندي في القياسات واضربه في الماكسيمم كرنت، مش دي الماكسيمم باور اللي انا هقيسها نتيجه الكلام اللي اتكلمنا عليه في الاكزامبل بتاع الهارت ريت. مش معقوله هقيس مثلا هارت ريت بتاع كذا واحد وكلهم هيطلعوا اون ذا هاي سايد نفس الكلام، مش معقوله الفولتج والكرنت يطلعوا الاثنين عند الماكسيمم بتاعهم، ده اكستريملي انلايكلي سيناريو. فبحسب زي ما خدنا في البروبابيلتي ثيري، يعني اكيد انا يعني انتوا خدتوا الكلام ده في الماث، يبقى الايرور في الايه في الباور هو عباره عن الجذر التربيعي للايرور في الفولتج تربيع زائد الايرور في الايه في الكرنت تربيع. في الحاله دي لو شفت الايرور في الفولتج هو عباره عن 5% والايرور في الكرنت هو عباره عن 10%، فالايرور في الباور هيبقى ايه جذر تربيعي لده تربيع زائد ده تربيع. بتقابلنا بقى مشكله لو عايز اقيس يعني، ودي مشكله مشهوره جدا لو عايز اقيس ديفرنس ما بين تو كوانتيتيز. المشكله في حاجه زي كده ايه؟ المشكله ان الايرورز بتبقى كبيره جدا، بتكبر بشكل يعني كبير قوي. ليه الكلام ده بيحصل؟ تعال ناخد اكزامبل. لو انا بقيس ديفرنس ما بين تو كوانتيتيز اكس 1 واكس 2، تعال ناخد مثال بالارقام. لو اكس 1 دي مثلا 100 والاكيورسي بتاعتها 1% فيري جود اكيورسي،
فالاكس واحد دي ما بين 100 مثلا بلس ماينس واحد، فممكن تبقى 99 ل 101. واكس 2 دي كوانتيتي تانية تتغير من 80 بلس ماينس 2، يعني الاكيرسي فيها حوالي 2.5%. تمام، فالاكيرسي بتاع اكس 1 واكس 2 الاثنين الاكيرسيز بتاعتهم يعني ايه، يعني فيري تايت. بس لما جيت اطرح اكس 1 ناقص اكس 2 ايه اللي بيحصل؟ يعني تعالوا نحسب الاول الايه الاكيرسي في الار، بما ان الار دي عباره عن تو راندوم فاريبلز، يعني فالاكيرسي بتاعت الار هي عباره عن جذر تربيعي للاكيرسي في الاكس دلتا اكس 1 تربيع زائد الدلتا اكس 2 تربيع. تمام، فده الاكيرسي في اكس 1 هي عباره عن 1 والاكيرسي في اكس 2 هي عباره عن 2، فلما تحسب الكلام ده الكلام ده يطلع 2.24. طيب يبقى دي الدلتا ار. المشكله ان الار نفسها الافريج فاليو بتاعت الار هي عباره عن الطرح، يعني حاصل الطرح ما بين اكس 1 واكس 2. اكس 1 الافريج بتاعتها الافريج فاليو بتاعتها 100 والاكس 2 الافريج فاليو بتاعتها 80، فلما تطرحهم مع بعض يبقى الافريج فاليو بتاع الار 20 والاكيرسي بتاعتها 2. فلما تيجي تشوف البرسنتج ايرور في الار دي هتلاقيها حوالي 11%، اعلى بكتير من الايرورز في الاكس 1 والاكس 2. وطبعا كل ما الاكس 1 والاكس 2 يقربوا من بعض، يعني تخيل الاكس 1 دي ب 100 والاكس 2 مثلا ب 98، فالفرق ما بين الاكس 1 والاكس 2 هيبقى كام؟ هيبقى 2 بس. لو الايرور بلس ماينس 2% ده ممكن يعني الايرور يعدي ال 100%، لان الكلام ده بيحصل ليه؟ لان انا بجيب الفرق ما بين تو كوانتيتيز، الايرور في كل كوانتيتي فيهم ممكن يكون صغير، بس لما اطرحهم من بعض الايرور بيكبر جدا لان الفرق ما بين التو كوانتيتيز دول بيصغر قوي. والكلام ده بيواجهنا في حاجات كتير، حتى احنا يعني في ممكن تكون سمعت عن الكلام ده في الكنترول سيستمز، احنا ما بنحبش نستخدم اي نوع من انواع الديفرنشيتورز في السيركتس بتاعتنا، احنا بنستخدم دايما يا اما انتجريتورز يا اما بروبورشنال بلوك اللي هو جين بلوك. لما نيجي نعمل فلترز مثلا بيبقى عندنا ممكن استخدم يا اما ديفرنشيتور يا اما انتجريتور عشان اعمل فلتر. بس الناس بتبعد عن الديفرنشيتور نتيجه ان يعني لما تيجي تديفرنشيت اي فاليو لو فيها ايرور صغير الايرور ده بيكبر، لو فيها نويز صغيره النويز دي بتكبر جدا لان السلوب بتاع النويز، النويز دي بتغير بسرعه مع التايم. لما تيجي يعني تاخد الديفرنشيشن او تفاضل اي كيرف في نويز بتلاقي الاوتبوت الايرور فيه عالي جدا، النويز دي كانها بيحصل لها امبليفيكيشن نتيجه الديفرنشيشن. ونفس الكلام في الايرورز هنا عندنا بتكبر نتيجه ان انا باخد الديفرنس ما بين تو كوانتيتيز. الحل في الحاجات دي طبعا ان انا ما اقيس كل كوانتيتي لوحدها، ان انا احاول اخد ريلاتيف، يعني لو انت مثلا بتقيس وزن مثلا حاجه وعايز تجيبها يعني الديفرنس ما بين وزنين، مثلا حاجه وزنها 1 كيلو جرام وحاجه وزنها 900 او 950 كيلو جرام، فالديفرنس ما بينهم 50 بس، فالحل ان انت تاخد الميجرمنت دي ديفرنشال، يعني الحل ان انت تاخد الميجرمنت دي ديفرنشال اصلا من الاصل، يعني ممكن تحطهم في كفتين ميزان. او انتوا سمعتوا عن الديفرنشال امبليفايرز في الحالات اللي احنا مثلا لو انت عندك تو كوانتيتيز فعلا عايز تطرحهم، يبقى من اول تاخد الايه كوانتيتيز كده تطرحهم من بعض وتاخد الاوتبوت على طول، يبقى ايه يبقى هو الفرق ما بينهم. ما تاخدش كل كوانتيتي منهم تقيسها تدخلها على سنجل اندد امبليفاير مثلا وبعد كده تطرح الايه الاوتبوت، ساعتها الايرورز هتزيد قوي. طب ايه اللي نقدر نعمله احنا في السيركتس بتاعتنا علشان نحسن الايرورز بتاعتنا؟ احنا قلنا احنا اتفقنا ان اي ميجرمنت سيستم هو عباره عن سنسور في الاول زائد سام مثلا امبليفيكيشنز بيحصل بعد كده، ومثلا بعمل سام كونديشننج زي ان انا اطرح مثلا زي ما اتفقنا في الكاليبريشن ممكن اكاليبريت فيطلع لي فيكسد ايرور كده في ديفايس فاطرح منه ايه فيكسد فاليو، واعمل عليها شويه بروسيسنج فبدخلها على شويه سيركتس عندنا. طيب من ناحيه السيركتس عندنا احنا كسيركت ديزاينرز ايه اللي نقدر نعمله علشان نحسن الاكيرسي بتاع السيركتس بتاعتنا؟ طب انا مثلا عملت امبليفاير، يعني انا عندي سنسور هاسيوم ان السنسور ده حاولوا هما بيصنعوه يعملوه فيري اكيوريت، هاخد الاوتبوت بتاع السنسور ده هكبره هحطه على امبليفاير، فانا حطيت امبليفاير الجين بتاعه ب 10 مثلا. طيب هصنع من الامبليفاير ده الاف النسخ، هل كل امبليفاير هيتصنع دول الجين بتاعه يعني من اللي انا هصنعهم الجين بتاعه هيطلع ب 10 بالظبط؟ لا، في امبليفاير الجين بتاعه يطلع 10 10 ونص، في واحده يطلع 9 ونص، يعني سو هيبقى في شويه فاريشنز على حسب طبعا الاكيورسي بتاع الفاوندري او المصنع اللي انا بصنع فيه ترانزستورز والامبليفايرز دي. طب ازاي احسن الاكيورسي دي؟ تعال ناخد يعني بيزك كده برنسبلز يعني الترانزستورز ونشوف ازاي نقدر نحسن الاكيورسي بتاع الايه الترانزستور نفسه. تعال نبص على تو ترانزستورز بارل مع بعض،
ونشوف ايه الايكوفالنت سيركت بتاعته. لو انا يعني احنا عارفين المفروض تكون درستوا الكلام ده، بس هي ببساطه انا لو عندي تو ترانزستورز بارل مع بعض، طبعا التو ترانزستورز دول يا اما هيبقوا في الساتوريشن ريجون يا اما في اللينير ريجون. في كلتا الحالتين طبعا لان ليهم نفس الفي دي اس وليهم نفس الفي جي اس، انا موصل الجيت بالجيت والدرين بالدرين، فهم مع بعض يا اما، وطبعا انا فرض ان هم يعني ليهم نفس الفي ثريشولد في الحاله دي، فيا اما هيبقوا لينير مع بعض يا اما هيبقوا ساتوريشن مع بعض. طيب هاسيوم دلوقتي ان هم في الساتوريشن، طبعا نفس الاناليسز دي ممكن تعملها لو هم في الاثنين في اللينير ريجن مفيش مشكله، بس لو عملت اسامبشن، طبعا احنا في الامبليفايرز بتاعتنا احنا الترانزستورز عاده بتبقى في ايه، في الساتوريشن ريجن، فانا هفترض ان هم الاثنين في الساتوريشن ريجن. لو فرضت انهم في الساتوريشن ريجن يبقى الكرنت بتاع الترانزستور الاولاني هو عباره عن كي على الاثنين في جي اس ماينس بي ثريشولد كل تربيع، ونفس الكلام في الكرنت بتاع الترانزستور الثاني. طيب التو ترانزستورز دول ايكويفالنت لون ترانزستور، طبعا الكرنت اللي ماشي في ترانزستور ده الايكويفالنت ترانزستور اللي هو ايكويفالنت الاثنين دول هو عباره عن مجموع كرنتس اي 1 واي 2. تمام، يبقى لو حطيت ايكويفالنت ترانزستور المفروض اقول ان الكرنت اللي ماشي فيه هو طبعا الكي بتاعته على الاثنين في جي اس ماينس الفي ثريشولد بتاعته كل تربيع. طب الكي دي بتاع ترانزستور اللي انا هحطه ايكويفالنت ده ايه علاقتها بكي 1 وكي 2؟ طيب بما ان الكرنت هنا هو مجموع اي 1 زائد اي 2 هتلاقي ان كي دي بتساوي كي 1 زائد كي 2، يعني مباشره جدا. فانا لو عندي 2 ترانزستورز بارل مع بعض اقدر اشيلهم واحط 1 ترانزستور الويت يعني دبليو على ال بتاعته او الكي بتاعته عباره عن مجموع دبليو على ال 1 او كي 1 زائد دبليو على ال 2 او كي 2، فيبقى كي الكي بتاع ترانزستور الايكوفلنت ده بيساوي كي 1 زائد كي 2 او دبليو على ال بتاع ترانزستور الايكوفلنت بيساوي دبليو على ال 1 بتاع الترانزستور الاولاني زائد دبليو على ال 2. طيب يبقى التو ديفايسز دول ايكويفالنت لديفايس واحد. لو عندي الديفايس الاولاني ليه كي 1 ليها افريج ميو كي 1 وليه ايرور دلتا كي 1، ونفس الكلام بالنسبه للديفايس الثاني ليه افريج ميو كي 2 وايرور دلتا كي 2. في الحاله دي الديفايس الايكويفالنت يعني هيبقى ليه كي بتساوي كي 1 بلس كي 2. طيب والكرنت هيساوي كي على الاثنين اللي هي بتاع الديفايس الايكويفالنت في الفي جي ماينس الفي ثريشولد كل تربيع، والكي دي بيساوي كي 1 بلس كي 2 على 2 في جي ماينس الفي ثريشولد كل تربيع. طيب فالكرنت هيساوي طبعا لو شلت كي وحطيت مكانها الافريج فاليو بتاعت الكي زائد الايرور في الكي، فالكرنت ليه 2 كومبوننت، الكومبوننت اللي هي اللي هي تعتبر الافريج فاليو بتاع الكرنت زائد كومبوننت تاني هي عباره عن الايرور في الايه في الكرنت. ولو حسبت دلتا اي على اي على يعني على الافريج فاليو بتاع الاي هتساوي دلتا كي على الميو كي اللي هي الافريج فاليو بتاع كي. طيب فالايرور في الكرنت بتاع ديفايس التوتال ده هو نفسه الايرور في الايه في الكي على الافريج فاليو بتاع كي. طب الايرور في الكي ده ايه علاقته بالايرورز اللي موجوده في كي 1 او يعني ام 1 وام 2؟ فدلتا كي هي السكوير روت بتاع دلتا كي 1 تربيع زائد دلتا كي 2 تربيع، صح؟ لان كي نفسها عباره عن كي 1 بلس كي 2، فالكلام ده خدناه قبل كده. يكون عندي راندوم فاريبل بيساوي مجموع تو راندوم فاريبلز يبقى الايه السيجما او الايرور هنا بيساوي السكوير روت بتاع الايرور الاولاني تربيع بلس الايرور الثاني ايه تربيع. طيب حسبنا الدلتا كي، لو فرضت ان كي 1 بيساوي كي 2 ودلتا كي 1 هي نفسها دلتا كي 2 يعني تو ديفايسز دول ايدنتيكال، المفروض يعني انا بحاول اصنعهم ايدنتيكال، بس طبعا كل ديفايس يعني قول الافريج فاليو بتاع كي 1 وكي 2 هم قد بعض، بس طبعا الايرورز بتطلع مختلف ماجنتيود الايرور، السيجما في الايرور او التوتال ايرور ممكن يبقى هو هو في الاثنين التوتال اكيوراسي، ولكن طبعا كل ديفايس ليه يعني هيبقى الكي بتاعته مختلفة عن الكي التانية، لأن كل واحد ليه يعني بيتحرك سواء بقى يعني هو في رينج من الكي 1 ورينج من الكي 2، فهو الكي 1 دي هتبقى أي فاليو وزن الرينج بتاع كي 1، والكي 2 نفس الكلام هتبقى أي فاليو بتاع في جوه الرينج بتاع كي 2. بس انا بفترض دلوقتي ان الرينج بتاع كي 1 والرينج بتاع كي 2 هم نفس الايه الرينج. تمام، فالايرور في الكي الدلتا كي لو دلتا كي 1 هي نفسها دلتا كي 2 فالكلام ده هيساوي جذر 2 في دلتا كي 1 او دلتا كي 2، خلاص لما اعوض ايه من المعادله اللي فوق هنا. تمام، والافريج فاليو بتاع كي بما ان الكي دي بتساوي كي 1 بلس كي 2 فالافريج فاليو بتاع كي هتبقى ضعف الافريج فاليو بتاع كي 1 او كي 2. تمام، فلما اجيب دلتا كي على الافريج فاليو بتاع كي لما اقسم التو كوانتيتيز دول على بعض فدلتا كي على الافريج فاليو بتاع كي يساوي جذر 2 مضروبه في دلتا كي 1 على 2 في الافريج فاليو بتاع كي 1. فلما ابسط المعادله دي فكان دلتا كي 1
اتقسمت على جذر 2 في الافريج، في الافريج فاليو بتاع كي 1. طيب فده معناه ان الايرور اللي هو دلتا كي على الميو كي اقل من دلتا كي 1 على ميو كي 1 بجذر 2. يعني الايرور في الديفايس التوتال ده اقل بجذر بواحد على جذر 2 من الايرور في كل ايه الديفايسز من اللي عندي. فكل ما بكبر الديفايس سايز كل ما اكشولي الايرورز بت ايه بتقل. لو عندي two devices in series طبعا ممكن اشيلهم واحط مكانهم برضو device واحد، بس في الحالة دي المعادلات بتختلف شوية. تعالوا نبص على المعادلات. I'm hoping ان انتوا تكونوا خدتوا الكلام ده قبل كده، بس لو ما خدتوهوش يعني ممكن نديكم نبذة عنه سريعة، ولو في اي مشكلة ممكن يعني المرة الجاية ابقى اشرح بتفصيل اكتر شوية. بس هو ببساطة يعني ال M1 و M2 دول، M1 ده ممكن طالما هو on ممكن يبقى في saturation او في linear region، M2 لازم هتلاقيه دايما في linear region. ليه M2 في linear region؟ لان دايما هتلاقي ال VDS بتاعته ما ينفعش تكون اكبر من VGS minus VT. ليه؟ لان ال M1 لو بصيت على M1 هتلاقي ال V gate، الجيت بتاعته واصله في جيت، والسورس بتاعه واصل بالفي درين بتاع تاني ديفايس اللي هو في دي 2. فلازم عشان يبقى هو اون يبقى لازم الفي جيت ماينس الفي اللي هنا اللي هو في دي 2 لازم يكون اكبر من الفي ثريشولد، صح؟ الفي جي اس بتاعته لازم تكون اكبر من الفي ثريشولد عشان الام واحد ده يكون اون. فلما ده الكونديشن ده يتحقق يعني معناها ان الجيت هنا اكبر من الدرين هنا بفي ثريشولد. لما الكونديشن ده بيتحقق هتلاقي ان ام 2 عمره ما يطلع في الايه؟ في الساتوريشن ريجن. تمام، لان الفي جيت اكبر من الفي درين بتاعه، يعني يعني اكبر من الفي درين يعني بالاماونت بتاعه الفي ثريشولد. تمام. طيب يعني في الحاله دي انا هفترض ان ام 1 ده في الساتوريشن ريجن، هو ممكن يكون في اللينير او في السات زي ما قلنا، بس انا هحل الكونديشن ان هو في الساتوريشن ريجن. اللينير ريجن بتفول نفس الكلام، وام 2 ده زي ما قلنا لازم هيبقى في الايه في اللينير ريجن. ودي شويه معادلات بتربط طبعا الايه الكرنت هنا طبعا اي 1 واي 2 هو هو، والفي جي اس 1 هي عباره عن الفي جيت اللي هنا ماينس الفي دي 2، والفي جي اس 2 هي على طول في جيت لان واصل السورس هنا فرض ان هو واصل بالايه بالجراوند، والفي دي اس 2 هي عباره عن يعني الفي دي اس اللي على الديفايس ده هي نفسها الفي دي 2. طيب قلنا ام 2 ده دايما في اللينير ريجن، وام 1 كان بي في ساتوريشن او اللينير، انا هكتب الايكويشن ان هو ايه في الايه في الساتوريشن. لما اكتب الايكويشن بتاع الكرنت اي 1 اللي هو ماشي في الديفايس ام 1 ده ان هو طبعا بفرض ان هو في الساتوريشن ريجن، او اي 2 بفرض ان هو في اللينير ريجن، فدي الايكويشن بتاعت اللينير ريجن والساتوريشن ريجن. لما اعوض بالكلام ده طبعا الاي 1 والاي 2 هم نفس الكرنت، تمام، والكلام ده بيساوي اي، فالاي هيساوي اي 1 او اي 2. فلما اجيب بقى ريليشن شيب ما بين الاي والاي 1 والاي 2 هلاقي ان الكرنت اي ده بيساوي طبعا الكي ايكويفالنت بتاع الديفايس الايكويفالنت ده على 2 في الفي جيت ماينس الفي ثريشولد كل تربيع، بفرض ان الايكويفالنت ديفايس ده طبعا هيبقى هيفولو الريجن اوف اوبريشن بتاع ام 1. تمام. في الحاله دي لو يعني الديفايس ده الكرنت جيفن بي بالكلام ده تقدر تجيب ريليشن شيب ما بين الكي والكي 1 والكي 2. في الحاله دي هتطلع الكي هي عباره كانها بارلل كومبينيشن كده ما بين كي 1 وكي 2، فكي هتساوي كي 1 تايمز كي 2 على كي 1 زائد كي 2، او مقلوب الكي اللي هي 1 على كي بيساوي 1 على كي 1 زائد 1 على كي 2، او اللي هي ال على دبليو ايكوفالنت بيساوي ال 1 على دبليو 1 زائد ال 2 على دبليو 2. طبعا ده عكس لو كانوا ايه بارل مع بعض، لو كانوا بارل مع بعض بتجمع الدبليو على ال ايكويفالنت بيساوي دبليو على ال 1 زائد دبليو على ال 2. لو كانوا سيريس مع بعض العكس بقى، ال على دبليو بيساوي ال 1 على دبليو 1 زائد ال 2 على دبليو 2، او كانك بتعمل بارل كومبينيشن من الديفايس دول من تو ديفايسز يعني. طب تمام، احنا وصلنا ان تو سيريس ترانزستورز يعني ايكويفالنت ل 1 ترانزستور، والايكوفالنت ترانزستور ده كي بتاعته بيساوي كي 1 تايمز كي 2 على كي 1 زائد كي 2. طب في الحاله دي لو كل ترانزستورز من ام 1 وام 2 ليه ايرور معين، يعني كي 1 ليها افريج وليها ايرور معين دلتا كي 1، وكي 2 نفس الكلام ليها افريج وليها دلتا كي 2، الايكوفالنت ترانزستور ده الايرور اللي فيه بيساوي كام؟ طيب الاول نقدر نحسب الكرنت بتاع الايكوفالنت ترانزستور اللي هو بيساوي كي على 2 في جي ماينس بي ثريشولد كل تربيع، والكي دي بيساوي كي 1 كي 2 على كي 1 زائد كي 2. ونفس الكلام بقى في الكرنت، احنا كي هنعوض عنها بالافريج فاليو زائد الدلتا كي الايرور اللي فيها، ف
فيبقى ال current ال error اللي في current delta i على ال mu i بيساوي delta k على ال mu k. ايه علاقة بقى delta k على ال mu k بالدلتا كي واحد ودلتا كي اتنين؟ بما ان عندي كي بيساوي فانكشن طبعا مش لينير فانكشن في كي واحد وكي اتنين، هي حاصل ضربهم على حاصل مجموعهم، فاقدر استخدم قانون اللي هو بتاع الجنرال فانكشن. لو عندي جنرال فانكشن في تو راندوم فاريبلز، فاقدر اجيب دلتا كي بيساوي الجذر التربيعي لتفاضل الفانكشن بالنسبة مرة بالنسبة لكي واحد في دلتا كي واحد كل تربيع، ومرة أفاضل الفانكشن دي بالنسبة لكي اتنين في دلتا كي اتنين كل الكلام ده تربيع، بقدر أجيب دلتا كي. لو فرضت إن كي واحد وكي اتنين ليهم نفس الأفريج وليهم نفس الدلتا، في الحالة دي لما أعوض هنا إن كي واحد بيساوي كي اتنين ودلتا كي واحد بيساوي دلتا كي اتنين، هيطلع إن دلتا كي بتساوي دلتا كي واحد على اتنين جذر اتنين، وال average value بتاع كي واحد او كي اتنين احسبه منين؟ ممكن تعوض على كي واحد بتساوي كي اتنين، ففي الحالة دي لو ال average value هي واحد، يعني كي واحد وكي اتنين زي بعض، فالكلام ده هيطلع كي سكوير على اتنين كي، فهيطلع ايه؟ بكي على الاتنين، كأن كي دي اتقسمت على الاتنين، بكي واحد على الاتنين صح؟ لو كي واحد بيساوي كي اتنين، فلما تعوض هنا هتطلع الكلام ده بكي على الاتنين. فالـ average value بتاعت k بتساوي الـ average value بتاع k واحد على اتنين، طبعا ده فرض ان k واحد وk اتنين بتساوي نفس الايه الحاجة كـ average value يعني بـ error. لما تعوض انا حسبت الـ mu k وحسبت الـ delta k، فاقدر اجيب delta k على mu k بتساوي الكلام ده، ده delta k بدل delta k واحد، والـ mu k بدل mu k واحد، فالكلام ده هيطلع برضو delta k واحد على جذر اتنين في الـ mu k واحد، في mu k واحد. طيب فده معناه ايه؟ معناه ان الايرور برضو اللي هو دلتا كي على ميو كي بتاع الايكوفالنت ترانزستور بيساوي الايرور في كل ترانزستورز من دول على جذر اتنين، فالايرور برضو قل. يبقى انا لما احط تو ترانزستورز ان سيريس هما لو ايدنتيكال باي ذا واي، ده معناه ان انا بجمع ال L على W زي ما اتفقنا بيساوي L واحد على W واحد زائد L اتنين على W اتنين، فكأني بزود اللينس بتاع الايكوفالنت ترانزستور زي ما هنشوف، وفي الحاله دي برضو الايرور بيتقسم على جذر 2. طيب عشان نلخص الكلام اللي احنا وصلنا له، لو عندي تو بارلل ترانزستورز ايدنتيكال لبعض، فال W على L ايكوفالنت هيساوي W على L 1 زائد W على L 2، لو W على L 1 W 1 على L 1 بيساوي W 2 على L 2، فيبقى W على L ايكوفالنت هيساوي twice W 1 على L 1. تمام، يبقى كأن الويتس بتاع ترانزستور اتضرب في اتنين، يعني لما احط اتنين بارل ترانزستور كل واحد ليه ويتس معين، الايكوفالنت بتاعهم ان الويتس كأنه اتضرب في اتنين. في الحالة دي اثبتنا ان الايرور في الكرنت على الافريج فاليو بتاع الكرنت هي نفسه الايرور في الكي بتاع الايكوفالنت ترانزستور على الافريج فاليو بتاعت الكي بتاع الايكوفالنت ترانزستور. لو ربطنا الكلام ده بالاوريجينال ترانزستورز اللي هي كي واحد وكي اتنين، الترانزستور اللي ليهم كي واحد وكي اتنين، هلاقي ان الايرور في الترانزستور الكومباين ده هو نفسه الايرور في الترانزستور اللي هو ام واحد بس مقسوم على جذر اتنين، يعني الايرور قل، الايرور ده قل نتيجه ان انا حطيت تو ترانزستورز ان بارل مع بعض، وكده يعتبر ان انا كاني ضربت الويتس في ايه في اتنين، وده منطقي جدا لان الحاجه ده يعتبر ان انا حطيت ترانزستور كبير، كل ما احط ترانزستور اكبر كل ما الاكيرسي بتاع الفابريكيشن تتحسن المفروض، فده منطقي ان الايرورز في الفابريكيشن هيقل. حتى لو اتصنعوا عباره عن تو ترانزستورز وحطيتهم جنب بعض كمني بافريج زي ما قلنا، ممكن واحد ال W على L بتاعته تكبر شويه وواحد يصغر شويه، فاون افريج ممكن يعوضوا بعض شويه، فالافريج فاليو بتاعت ال K اللي هي عباره عن مجموع K1 زائد K2 بتتحسن، الايرورز اللي فيها بتتحسن زي ما خدنا قبل كده ايه في يعني في السلايدز اللي فاتت. نفس الكلام لو عندي تو سيريس بقى ترانزستورز ايدنتيكال، ال L على W في الحاله دي بتساوي L 1 على W 1 زائد L 2 على W 2، لو ال L 1 وال L 2 زي بعض وال W 1 وال W 2 زي بعض، فكأني W على L equivalent هي W 1 على 2 L 1، كأن اللينث اتضرب في 2 في المره دي، لو هم سيريس كأن اللينث هو اللي بيزيد. برضه في الحاله دي اثبتنا ان الايرور في الكرنت والايرور في الكي هو نفسه الايرور في ترانزستور واحد مقسوم على جذر 2، فبرضه الايرور بيقل. فكل ما زود الترانزستور اريا سواء لينس او سواء ويدث الايرورز بت ايه بتقل. تمام، يبقى في اريا
طبعا فيرسس اكيورسي تريد اوف. طبعا احنا في الانجينيرنج دايما في تريد اوفس، يعني الانجينيرنج ديزاين هو مجموعه من التريد اوفس، يعني انت دايما بتعمل تريد اوفس، بتضحي بحاجه في سبيل حاجه. انا عايز اكيورسي عاليه يبقى هدفع قصادها اريا اكتر او كوست اكتر، فما فيش حاجه بتيجي يعني بنو كوست. يعني لو عايز حاجه ارخص غالبا الاكيورسي بتاعتها هتبقى اقل، الاريا بتاعتها اقل. طبعا سيليكون اريا دي طبعا كوست، يعني في الاخر هي تكلفه. في الاخر بقدر اقول ان جنرال يعني الاكيورسي بتاع اي ترانزستور اللي هو الايرور في الكي على الافريج فاليو بتاعت الكي بيساوي كونستانت، سم كونستانت مقسومه على جذر ال في الدبليو. فلو ال ضربت في 2 والدبليو ثابته يبقى انا الايرور بيتقسم على جذر 2، ونفس الكلام لو الدبليو ضربت في 2 وال ال ثابته يبقى برضه الايه الايرور بيتقسم على جذر 2. لو كبرت ال دبليو 4 مرات الكلام ده هيتقسم على جذر 4 اللي هو ايه 2 and so on. فدايما الايرورز في الترانزستور فابريكيشنز يعني inversely proportional لايه الجذر ال في الدبليو اللي هي جذر الايه الاريا بتاع الترانزستور. تمام، احنا بكده ممكن نكتفي بكده المحاضره دي ان شاء الله. نكمل المحاضره الجايه، انا هحاول اخلي في اوفيس اورز ان شاء الله يوم السبت، بحيث لو حد عنده اسئله، لو في اي اسئله من هنا ليوم السبت الجاي ممكن تبعتوا لي الايميل بتاعي في السلايدز، فممكن تبعتوا لي في اي وقت، ممكن نتواصل بالايميل ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله هحاول احدد يعني ميعاد للاوفيس اورز بحيث لو في حد عنده اسئله. وكل اسبوع ان شاء الله ممكن ايه ابقى انزل المحاضرات الايه اللي جايه الاسابيع القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.